Hossein Malawlit, هذا درس خاص بجماعة بروميير اني، دونك درس ساهل ماهوش صعيب، قريتو في الكوليج. شنو هو ميلانج؟ لا نوسيون دان ميلانج. ميلانج يعني مزيج، معناها خليط نتاع حاجة متكونة من برشا حاجات. اوكي، هذاك هو المعنى نتاع مزيج، نتاع خليط، زوز حاجات خلطناهم في بعضهم. بالفرنسي دونك درس هذا كالعادة قيدو بالعربي، تو باش تقراوه بالفرنسي. تخدوكسيون، ميلانج اي فورمي بار بلوزيور كونستيتيون، برشا مكونات. اوكي باهي، عندنا دو تيب، دو سورت دو ميلانج. فما ميلانج هوموجين اللي هو مزيج متجانس، و ميلانج هيتيروجين يعني مزيج غير متجانس. اوكي مركزين معايا الاولاد؟ سي بون. بيه نبداو توا. قلنا انو ميلانج هو اي فورمي بار بلوزيور كونستيتيون، متكون من برشا حاجات. اوكي دونك عندنا دو تيب من ميلانج، يا اما ميلانج هوموجين يا اما ميلانج هيتيروجين. ميلانج هوموجين، ميلانج هوموجين يعني مزيج متجانس، و ميلانج هيتيروجين. اوكي هوموجين هيتيروجين، هوموجين يعني مزيج متجانس، مزيج غير متجانس. معناها شنو الكلام هذا؟ باهي، قلنا مثلا اعطينا مثلا اكزامبل من هيتيروجين. هيتيروجين كي يبداو، هيتيروجين كي يبدا عندنا محلول نجمو نفرقوا بعينينا مكوناته. اوكي بالعين المجرده نشوفوا اسكو معناها بطبقتين بثلاثه، اسكو المهم فيه زوز حاجات هيتيروجين. مثلا ناخذ شنو؟ مثلا ناخذ مثلا تيوب اي سي. اوكي في تيوب اي سي، اول حاجه مثلا الماء او اي شنو والزيت ويل. اوكي كي يبداو معناها هذوما على طبقتين. اوكي مثلا كي يبدا عندك مثلا ماء مثلا وشوائب. اوكي هاك نجم نشوفو ماء وحاجة أخرى. مثلا نجم نشوفو نحطو ماء مثلا وتراب. اوكي المهم نشوفو بالعين المجردة حاجتي، أكثر مهم أكثر من حاجة. اوكي به يعني on a deux couches، on a deux phases. اوكي deux couches deux phases. بي هذا مثلا هيتيروجين. نجيو للهوموجين، مثلا ماء تو باي سي، الماء مثلا والسكر، الماء والسكر او سكري. اسكو كي ناخذ الماء ونحطوا فيها مغرفه سكر ونحركوها، اسكو نشوفو السكر؟ السكر باش يذوب، دونك ما نشوفوش بالعين المجردة، ما نشوفوش السكر، دونك شوفو حاجة بركة. مفهومة؟ باهي. مثلا او الماء والملح، او سالي، الماء والملح كي نخلطهم في بعضهم تجينا حاجة واحدة. باهي مثلا او مثلا
مثلا قهوة، كافي، مثلا او دو روبيني، مثلا المي السبالة. بيان سور مش تهبط لك حاجة أخرى، معناها مي صافي، مي عادي، مي. أوكي، باهي. مثلا كي نسألكم أنا، طب المي الويد اسكو هوموجين ولا هيتيروجين؟ تاخذ مثلا كيس، مثلا فيه مي بتاع الويد، اسكو هو هوموجين ولا هيتيروجين؟ نعاود، هيتيروجين كي تشوف اكثر من حاجه، وهوموجين تشوف حاجه برك بعينيك. دونك او دويد، المي تاع الويد هو هيتيروجين، فهمتني؟ معناها كي ناخذ نحطوه في تيوب اي سي، المي الويد هاكا في شوائب بيان سور مسخ، تشوف حاجات بعينيك مسخه. دونك او دويد هو هيتيروجين، مثلا بي او دو روبيني مي عادي ما خارج من السبالة، دونك اكيد نضيف نشوف حاجة بركة، دونك هوموجين. اوكي، يعني هوموجين يتكون من طبقة واحدة، هيتيروجين يتكون من طبقتين ولا زوز حاجات. اوكي تري بيان، هذا مفهوم الهوموجين اي هيتيروجين. مزيج متجانس، مزيج غير متجانس. اوكي سي بون، تري بيان. بي مي البحر اسكو هو هوموجين ولا هيتيروجين؟ تاخد الماء هو شنو؟ مش ماء مالح، دونك هوموجين ولا هيتيروجين؟ هوموجين معناها هو ميلانج هوموجين، مفهومه؟ دونك يقول لك في الدفوار، يقول لك ديفينيسيون دان ميلانج، تقول له اي فورمي par plusieurs constituants. Qui colle mélange homogène, colle, je note colle, colle. Un mélange est dit homogène lorsque, à l'œil nu, بالعين المجردة, on ne peut pas distinguer des parties d'aspect différent. Ok? B. Hétérogène. Lorsque l'œil nu, on peut distinguer des parties des aspects différents. Ok? Mafouma? B, taw. B, taw. Kifesh mbayen anno? L'me sabbela. Me. Anno houa. Maneha mélange. Kifesh mbayenou ra houa mélange. حسب رايك. بي ناخو انا تيوب اي سي، تيوب اي سي فيه مي، هنعملو بلاصقة. اوكي اها مي، اوكي هذايا المي. بي كيفاش نبين انو هو ميلانج؟ ميلانج كيفاش نقولوا انه هو ميلانج؟ تري بيان، نحطو ناخذ تيوب اي سي هذا ونسخنوه، نحطو تحته شنو؟ نسخنوه. اوكي فما نار، دونك فما شنو باش يصير بخار؟ حتىك نخليه مثلا ناخذ كسرونه صغيره ونحطوا فيها الماء نتاع السبيله، ونخليه مثلا ماء شويره، وناخذوه مثلا نص ساعه، نخليه نص ساعه يغلي 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 حتى كيشيح. اوكي شفتك تلقاه ابيض هذاك، مثلا كي تسلق كي طيب المقرونه تصمتها، مش كي فما حاجة بيضة بيضة، شوفوها حاجة بيضة لهنايا. اوكي هذيك شنو هذوك؟ هذو شو تسمي؟ شفت هذوما يبينولك انه هو يتم ميلانج. شنو قلنا انه الميلانج؟ قلنا
trinôme, un mélange, est formé par plusieurs constituants. Rahom, les constituants. Am, est-ce que Howa, mélange homogène ou hétérogène? Bien sûr, bien sûr, homogène. Allez, homogène. À la khatr, enakine, le mets de robinet, mais sa belle. Mais sa belle. Bien sûr, je vais vous faire un petit peu de temps. Je vais vous faire un petit peu de temps. هو الماء تاعو عندي انا كاين صافي صافي فهمتني معناها او دو روبيني هو ايتا ميلونج هوموجين بي نفس الحكايه تاعو مثلا مثلا ميلويت كيفاش تعرفوا انا هو ميلونج بيان سور ميلونج على خاطرو formé par plusieurs constituants. Plusieurs constituants à la khaterni chauffe, mais faut m'ajouter fille. Ourak, m'lachna, haha. Femtni, c'est bon? Ok. Hede mafoum homogène, mélange homogène et mélange hétérogène. Ok? حضرة غادي يجيك في الدفوار اسموني الاولاد غادي يجي في الدفوار ويقول لك ديفينيغ ميلانج هوموجين او ميلانج هيتيروجين اوكي ولا نجم يقول لك اعطيني ديفينيسيون تاع الميلانج تو سامبلومون ثلاث حاجات معناها شنو هو ميلانج معناها شنو هو ميلانج هيتيروجين معناها شنو هو ميلانج هوموجين اوكي اعطيكم استوس كيفاش تحفظ كان انت مثلا تنسى ولا حاجه Okay. Un mélange est homogène lorsque, à l'œil nu, on n'y distingue pas des parties des aspects différents. Maintenant, je me souviens de tabakat, hajet, ok. Un mélange hétérogène lorsque, à l'œil nu, je me souviens de tabakat, un mélange est hétérogène lorsque, à l'œil nu, on est distingue des parties des aspects différents. معناها نجم نشوفو بالعين المجردة مثلا أكثر من طبقة في المحلول هذاك أوكي بي تو لستيوس شفتوني الفرق بين ميلانج هوموجين وميلانج هيتيروجين في النيجاسيون ها وفي الان نو با تحفظ وحدة بركة ولو تعملها مثلا تنحي منها النبا والا تزيدها اوكي فهمنا بي هذوما يتحفظوا الاولاد سور زيد نعطيكم الحاجات اللي تجي في الدفوار اوكي هذوما يتحفظ اوكي فهمنا تو بي تو فهمنا معنى شنو هو ميلانج نعطيكم اكزرسيس صغرون بعديك في الجروب نعملو سيري ولا نعملو تيست اوكي تري بيان بي توا الاولاد توا الاولاد ما كيستيون كومون سيباري لي ميلانج هيتيروجين كيفاش نجمو ناخذو مثلا solution محلول solution يعني محلول بي مزيج غير متجانس وانا نحبو صافي نحب نحبو صافي اوكي مثلا ناخذو شنو نقول لكم مثلا ناخذو الماء والزيت نحب الماء وحده والزيت وحده اوكي عندنا 3 تكنيك اوكي يا اما شنو لا ديكونتاسيون هذه التكنيك الاولى كيف هي الديكونتاسيون اوكي لوليت كومون سيباري لي ميلانج هيتيروجين كيفاش نفرقوهم اوكي فرقوا المزيج كومون سيباري لي ميلانج هيتيروجين معناها كي يبدا عندنا مثلا دو ليكيد هما هيتيروجين مثلا الزيت والماء نحب نفرقها
Ok, B. On a trois techniques. La décantation, filtrage, distillation. Ok, B. Distillation, هي شنو distillation؟ هي تقطير. فلتراج هو التصفية، نصفيوها. حتى الديكونتاسيون راه، شوفوا الديكونتاسيون شنو هي الديكونتاسيون. مثلا شغل أولاد تفهموهم بالوقت، يقول لك في الدفوار ولا تي بي، شغل أولاد هذا تي بي، كيستيون دو تي بي. اوكي، كيستيون دو تي بي، كومون سيباري لي ميلانج هيتيروجي. تقول له يا اما ديكونتاسيون بار فلتراج او بار ديستيلاسيون. ديكونتاسيون مثلا ناخذو بيشير تحفظوهم لاسامي نتاع هذو مرا بيشير. اوكي، بي حطوا فيه مثلا ميلانج ماهوش صافي. اوكي، ماهوش صافي، مثلا ميل ويت بي، ونخليه يرتاح. شفت، خليه وقت. اوكي، خليه يرتاح اون روبو. باهي، روبو. بعديك شنو باش يصير؟ شفت شو باش يصير؟ شفت الشوائب هذوما؟ هاي كامل بكل اخرى الاولاد، شفت الشوائب هذوما باش يهبطوا اللوطة ويقعد الماء الفوق. انا باش نسألكم انا طاو، اسكو ديكونتاسيون تكنيك هذي، الاوبيراسيون هذي، العملية تاع السيباراسيون انتخو دو ليكيد، اسكو معناها سافا، معناها باهية التكنيك هذي؟ نو، معناها مش باهية، يقعد الماء مازال ماهوش صافي. دونك فما تكنيك اخرى، فلتراج هذي ياسر مستعملة. شلونا ناخذو بشير؟ اوكي، اي نعاود شو نعاود نقول فيهم. اوكي، بشير، وناخذو شنو هو انتونوار، شو هكاي شكل انتونوار. وزاد شنو اخر ناخذو؟ فيلتر بابي، فيلتر. اوكي، اها، فيلتر. تو شفتوا بي، تو ناخذ سوليسيون، ناخذوها في بيشير. هيا هذه نفس السوليسيون، ميل ويد. اوكي، حاجة مسخة بي، شفتوها بي، دي سبستانس. اوكي، بي كي نصبوها هوني تا شكو باش يقعدو؟ يقعد هذوما، يقعدو الفوق هذوما، ويهبط الماء. شفتوا؟ اها، يهبط الماء. بي هذه عملية شنو تسمى؟ هذي عملية تصفية، نصفي. فهمت؟ هذيا نصفي بي. اسكو هي معناها بيه التكنيك هذيا؟ المهم تكون فلتراج احسن من ديكونتاسيون. سي علي، اوكي، تري بيان. نعاود، يولي هذي شا، هذا يتسمى انتونوار. اوكي، بي هذي يتسمى بيشير، هذه تسمى بابي فلتري. دونك هذه شو تسمى؟ هذه شو تسمى؟ هذه شو تسمى؟ فلتخا، المصفي كهو، فلتخا، فلتخا.
OK. C'est bon. Puis, comme technique, autre est ma distillation, هو technique تقطير معني. تقطير مثلا باش نصنعوا مثلا البارفان باش نصنعوا مثلا الماء الزهر الماء الورد كل شيء معناها من اي حاجه معناها نقطروها فهمنا اوكي سي بون هذايا pour séparer deux liquides non miscibles non miscibles تعني hétérogène miscible تعني homogène نفس الفوكابرا اوكي سي بون نرجع للريبونس pour séparer deux liquides non miscibles نستعملو تكنيك اسمها ampoule à décante ampoule à décante اوكي بي ديستيلاسيون هذي التقطير ديستيلاسيون توا الاولاد باش تشوفوا تكنيك اخرى ديستيلاسيون يعني شنو يعني تقطير اوكي بي ديستيلاسيون هذه لو بلو سوفون دي ديستيلاسيون بور اوبتينير لو ديستيلي والا لو بور اوكي Voilà pour récupérer les parfums des fleurs ou pour la pour fabriquer l'alcool. L'ensemble de l'alcool. OK. B. OK, la houlette. Pour séparer deux liquides non miscibles. OK. Non miscibles, معناها hétérogène. OK. نفس الفوكابل. B. Bill. Ampoule à décante. Ampoule à décante. Tu vois ta suite à qui fait? Ok. B. Elle est ici, ampoule. Ampoule à décante. Ok. B. Nerdou Bécher. Fille. مثلا ماء وزيت اوكي بي ونصبوه في اللامبول هذي امبول هذي هون في ولي شنو عندي عندي الفوق بيان سور الزيت سهله واللوطه يبدا عندي الماء اوكي هذا كله ماء هذا كله ماء اوكي باهي نخليه يرتاح باش يولي شنو يولي الزيت الفوق والماء اللوطه به من بعديك شنو نعمل شفت هذه هذه الغوبيني باهي السبايه باش نحلوها بشوي بشوي شنو لازم نحطو تحت لازم نحطو مثلا بيشاغ ولا حاجه باش نفرقوا بيناتهم اوكي باش نفرق بينات شو باش نفرق بينات شنو باش يصير هون نفس العملية لازم تعرفوهم الاولاد اوكي الكور فما شكون يقريها فما شكون يطفي ضو يقول لك راكم تعرفوها من الكوليج اوكي معناها لازمنا نعرفو كل شيء كيما قلت لكم اوكي اوكي المهم تصويرتها هكايا باهي اوكي به تو مش قلت انا الزيت مثلا باش نخرج شكون باش يهبط اللوط هذا كله زيت اوكي هذا كله زيت وهذا كله ماء باهي هذا كله ماء كي نحل انا الغوبيني باش يهبط لي انا الماء سيب باش يهبط الماء
اوكي كنحل الروبيني هيك بشوي. شنو باش يهبط الماء؟ اوكي شنو يقعد؟ يقعد الزيت بهي يقعد الزيت ناخو شنو كالعادة هذه لامبول اديتانت شقد فيه مستخدمين سيه هبط الماء هبط الماء اوكي يقعد لنا الزيت يقعد الزيت نحل السبالة شنو يصير يصير ان الزيت باش يهبط اللوطة زيت باش يهبط اللوطة ها شفتوها شفتوا ولا ليه؟ أول حاجة من اللول باش يهبط الماء ثاني حاجة باش يهبط الزيت أوكي هاكا فرقناها معناها ميثود هذه اسمها أمبول أديكانت أمبول أديكانت اوكي مفهوم توا مفهومه باش نفرق بين باش ناخذ مثلا سوليسيون فيها مثلا الزيت والماء اوكي يقول لك انا نحب نفرقها مذومة نحب ناخذ نحب نفرق الميلانج اتيروجين قول له من التخوا تكنيك هذوكم يا اما بالديكونتاسيون يا اما بالفلتراج يا اما بال شنو بالديستيلاسيون بي والا باللامبول اديكانت اوكي باهي بي حاجه اخرى تا يا وليد مثلا كي انا نسالكم انا تا نقولكم pour séparer les mélanges homogènes. مثلا ناخذو كالعادة بشير تحفظو هذو باهي ناخذو او سالي مثلا ماء البحر اوكي سي بون اها او سالي بي تو شنو باش نخرج حسب رايك باش نخرج الملح اوكي مثلا كيفاش يخرج الملح من البحر مل مثلا ايفابوريزاسيون والا بال ب كيفاش يخرج توا الملح لوليت ب يا اما نعرضوها للشمس والا نسخنوها ونعشنا مثلا كيما البحر اوكي هذه ايفابوريزاسيون اوكي باش يولي شنو باش يولي لي هوني فما ملح اكل بيزا ديكا البيوز ذوك اوكي باش هذه هو بالميثود ايفابوريزاسيون اوكي والا نسخنوه باهي كما قلت لكم في الميلان مثلا كي او دو روبيني نسخنوه ابيك بنزين هذيك تولي يظهروا لينا حاجات بيض لي سوليد هذوك
يعني هو ميلانج هوموجين. اوكي مفهومه؟ به الاوليد شو الاوليد pour séparer les mélanges homogènes عنا شنو عنا distillation والا méthode distillation والا évaporisation. اوكي معناها كي نحط انا مثلا الشمس والا مثلا تحطها بيك بنزين بنزين يعني تسخنها يقعد لك انت هذوما البيض شوائب. اوكي سميهم شوائب انا بيزا ذوقا. اوكي باهي في ال اوكي ميلانج هوموجين والا ميلانج ميسيبل. ميسيبل هما هوموجين. اوكي مفهومه؟ ب اوكي هذا بالنسبه للبارتي نتاع الميلانج. ان ريزو عن دو بارتي دو سورت دو ميلانج ميلانج هوموجين اي ميلانج هيتيروجين. نجم نقولو ميلانج ان ريزو ميلانج هوموجين ميلانج هوموجين كي ما نجموش نشوفو بالعين المجرده نشوفو حاجه بركه اون فاز معناها طبقه واحده. بالنسبه لهيتيروجين نشوفو طبقتين ولا اكثر من طبقه. اوكي باهي نجمو نقولو ميلانج هوموجين والا ميلانج ميسيبل. ميلانج هيتيروجين معناها مزيج غير متجانس نجمو نقولو ميلانج نون ميسيبل. اوكي بي عندنا دي تكنيك pour séparer مثلا دو ليكيد مثلا لي سوليسيون ميلانج هوموجين ولا هيتيروجين يا اما بال ديكونتاسيون يا اما بال شنو بال بديكونتاسيون والا بالفلتراج والا بالديستيلاسيون. بي بالنسبه للليكيد هيتيروجين ولا ميلانج هيتيروجين نستعملو الديكونتاسيون ديكونتاسيون لا ميثود دو ديكونتاسيون معناها كي بيو عندنا دو ليكيد تتسمى العمليه دي اسمها امبول ا ديكونت. il suffit معناها ناخذو بشير فيه السوليسيون هذيك مثلا اسهل حاجه هو الماء والزيت ونحب نفرق بيناتهم نحطوها في الامبول ا ديكونت كيما حطينا هوني كما قلنا هوني. اوكي هوني ونفرق ناخذ بشير اللولاني شنو موجود نحلو الغوبيني هذايا هبط لنا الماء بعديك ناخذ بشير الثاني نكملو الطبقه الثانيه هذا بوغ سيباري دو ليكيد نون ميسيبل. بي توا بوغ سيباري لي ميلانج هوموجين معناها ميسيبل نعملوها بالميثود ايفابوريزاسيون اسهل حاجه. اوكي والا ديستيلاسيون معناها التقطير. اوكي بي بالنسبه للبارتي تاع الميلانج بارتي الميلانج كملناها ان شاء الله المره الجايه البارتي الثانيه اسمها كور بور. معناها شنو هو كور بور شنو نقصدو بيه. اوكي ونحكيو على الالياج هذه بالنسبه للميتو للمعادن وجسم ان كور بور اورغانيك ان كور بور كور اورغانيك ولا ان اورغانيك فيه الكربون اورغانيك ان اورغانيك يبدا ما فيهوش كربون. تو نشوفو شنو مفهوم هذا كله في الكور بور ان شاء الله في الجسم النقي بارتي ثانية ان شاء الله. اوكي ابيانتو. اوكي لوليت قبل ما نختم ان شاء الله باش نعملو اكزرسيس في الجروب على البارتي ميلانج ونحط لي زاسوكول اللي في لي
exercices scolaires, t'as le mélange, ok? B. À bientôt.